ريم الناصر من جنوب السعودية. عمل بشتغل عليه فيما بعد الغيث اسمه نوافذ زرقاء، فهو أساساً يعني بيتكلم عن الاتجاهات. في 2020 كان في مشكلة إنه صارت حرائق في جنوب السعودية في أبها، وكان الكل حتى إحنا من جيزان طلعنا نساعدهم إنه نقفل هذا الحريق نوقفه، بس كانت الصعوبة في الدايركشن. جعلني أعي أكثر بقيمة الثروة البيئية والبيئة المحيطة، وكيف إنه كل شيء بيتكلم، وكيف إنه كل شيء أساساً يعتبر يعني مصدر مهم وعلامة مهمة على البيئة نفسها. يعني هي البيئة نفسها تعطيك إحداثية. لما جيت أختار النوافذ، أنا اخترت النوافذ التقليدية واخترت اللون الأزرق اللي هم أساساً بيستخدموه كناية إلى أبواب السماء أو إلى يعني بوابة السماء واتجاهها لأعلى. وبالمقابل شجرة العرعر اللي مرة مهمة في المنطقة، من صار الحريق فيها كأنما اتجهت لأسفل. فكيف أنا حوظف رموز الاتجاه هذه مع بعض وخلق سيناريو هو جامد مطابقا للحادثة اللي صارت، لكن في نفس الوقت متكلم. وقتها أنا كان يعني أبحث في موضوع اللي كيف هو استخدامات الفراعنة لموضوع التحنيط، وكان واحدة من الأشجار اللي يحنطوا فيها هي العرعر، وهي لها أهمية خاصة مرة في عند الفراعنة. ليش؟ أنها تستخدم في طريقة حفظ، يعني تعطي المادة مدة زمنية جدا عالية. هذا الشيء خلاني أفكر بطريقة إيجابية، إنه أنا كيف ما أتدخل بأي طريقة فنية غير إني أنا أتعامل مع الرموز نفسها كمادة للوعي. مرة مهم في فني إنه أركز على قضايا التطوير في معرفة أصل السلوك والنظام الزمني فيه، ولأن النظام الزمني هو يعني فعلا مرتبط بأصل السلوك وكيف استخدام هذا السلوك في هذه البيئة المحيطة. لهذا دائما تلاقي في فني إنه دائما إنه في أركايف، في أسئلة، في جمع معلومات، إنه الشخص يكون لازم يفهم كل شيء يتعلق بطبيعته، ببيئته، بأهله، بناسه. أنا هذا الشيء خلاني أكون منفتحة مع المجتمع هناك في الجنوب.